شارة الكابتن. عفوا. القيادة طبعا لها أكثر من تعريف، طبعا على حسب المدارس الفكرية، حسب يعني الجامعات اللي أسست هالأفكار، الشركات اللي أسست طبعا القيادة. أنت عارف الشركات والنظرة المالية وايد قاعد يعني تهتم حق أمور القيادة. القيادة. فالقيادة هي عبارة عن قدرة القائد طبعا على تحقيق الرؤية، وقدرتها على خلق فريق. خلق فريق. أي خلق فريق يكون ذا كفاءة عالية والإبقاء على هذه الكفاءة. يعني أنت ما تسوي الفريق وبس وخلاص، الإبقاء على هذه الكفاءة بحيث أنه يقدر يحقق نتائج. لأن القيادة مو عمل فردي. مو عمل فردي. للأسف إحنا دائما لما نشوف سواء كان يعني رؤساء تنفيذيين حق الشركات، سواء كان مثلا رؤساء دول، وها دائما نشوف شخص واحد، ولكن في الحقيقة دائما هو عمل جماعي. صحيح. يعني فريق كامل قاعد يساعد القائد هذا إنه يوصل حق الهدف. فهذا مفهوم القيادة بشكل عام. جميل. راح انتقل وياك إلى القيادة والمناصب في الكويت. هل إحنا عندنا ناس مثل ما تقول قياديين ولا ما عندنا قياديين؟ لأن إحنا في الفترة الماضية دائما الناس يقولون إن إحنا بالكويت نفتقر إلى القيادة للإدارة. بالنسبة حق القيادة، إحنا دائما لما نقول هل عندنا قيادين هذا ولا لا، القياديين طبعا عندنا إحنا مرتبطين بالمنصب. بالمنصب. أي. والقيادة مو شرط تكون مرتبطة بالمنصب. يعني شوف مثلا في ناس مو بأعلى الهرم ولكن لهم قدرات قيادية عالية، قادر يأثر على كل المنظمة اللي هو فيها مع أنه مو بأعلى الهرم. بالكويت اليوم طبعا فيه أكيد قياديين يعني والنعم فيهم وعندهم قدرات، ولكن احنا مثل ما قلت ما نربط بس القياده بالمنصب. بالمنصب في ناس في ناس تلقاه مثلا اعلى المنصب اوكي ويتسمى قيادي، ولكن ما حقق نتائج، مو قادر يخلق فريق ذو كفاءه، عنده مشاكل مع اعضاء الفريق مالته. هذه المشكله. يعني اذا بتقيم القائد لازم تشوفه هو أداء كتحقيق نتائج والفريق اللي وياه. الفريق اللي وياه هذا جدا مهم، وهذا الحين اللي يعني أكثر المدارس القيادية قاعد تركز عليه، أن أنت مو عمل فردي، أنت عمل جماعي. بالضبط. جميل. راح انتقل وياك إلى الوضع السياسي قبل ما راح انتقل وياك إلى الديمقراطية. الوضع السياسي بالكويت شلون تشوفه؟ الناس كلها اليوم بالكويت تتكلم بالسياسة، ما عندها غير السياسة، شلون تشوف الوضع؟ يعني طبعا أكيد يعني اللي حاصل اليوم خلينا نقول حالة كبيرة من التذمر. التذمر. أي. التذمر هذا طبعا يعني يمكن عززته شوية وسائل التواصل الاجتماعي، إن والله كل واحد قاعد يشوف له خبر ولا شيء يتفاعل معه، وال وسائل التواصل الاجتماعي جدا يعني تأثر على الأفراد خصوصا بالأخبار. شلون يعني يعني أنك أنت طريقة. مثلا يعني قبل أنت تلحق الأخبار. صح. اليوم الأخبار هي تلحقك. هذا الفرق. وين ما تدش أنت تلفونك 24 ساعة معك. بتدز مسج ولا هذا دائما قاعد يزولك بالواتساب، قاعد يزولك أخبار بتويتر، يزولك أخبار أي شيء بتسويه بطلع لك دعاية والأمور. فالأخبار دائما معك. وانت عارف احنا بالكويت يعني اجتماعيا وايد مترابطين. فالناس طبعا متذمرة. عشان نقيم الوضع بشكل عام في إيجابيات وفي سلبيات. طبعا في إيجابيات. إيه ما أقول لك احنا دولة كل شيء فيها كامل، ولا أقول لك دولة لا والله ينقصها كل شيء، لا. يعني الواحد لازم يعني يقيم الأمور مثل ما هي.
اي في الـ يعني الاشكاليه الكبيره اليوم اللي احنا نعتقد ان حنواجهها بالشان السياسي طبعا الشد والجذب هذا اللي بالمجلس وعن الحكومه وايضا المحيط اللي احنا فيه بالخليج لان احنا مبين نحن اليوم واقفين وفي دول بالخليج قاعده ترتفع ومتقدمه وقاعد توصل حق اهداف اكثر ما هم متوقع احنا متوقعينها. هذا خلينا نقول الشأن العام اليوم اللي قاعد يحصل. ف يعني الناس اكثر شيء متذمره ومتذمره. شلون تشوف عندنا اليوم انزين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه طبعا ادائهم اليوم ادائهم يعني انا بصراحه ما اشوف انه قاعد يحققون اهداف المرجوه حق الدوله والمواطنين. شلون؟ انت عندك كان في خطه تنميه، كان عندك الكويت جديده. لو تسال اي واحد اليوم تقول له وين وصلنا؟ ما حد يدري. ما حد يدري. يعني انا جربت دشيت الموقع عشان اتابع، حتى دشيت المتابعه الصفحه مو موجوده. ما هي موجوده الصفحه. يعني بس صفحه موقع الكويت. رؤيه الكويت ما هي موجوده الحين؟ الموقع موجود بس لما تدش تكتب تطق على متابعه عشان تشوف وين وصلوا، يعني تبي تشوف انت مؤشرات عندك هل كثر حققنا بالمشاريع هذا؟ ما في. وقد يكون، انا ما بيظلم، بس قد يكون في مبادرات، قد يكون في اهداف حققوها، بس انت عندك تواصل اليوم هو سيد الموقف. صحيح. حق الناس. الناس تبي تشوف احنا وين وصلنا؟ شنو حققنا؟ عشان يطمنون. اما والله تصير بنفس مفاجاه، والله مرة واحدة طلع مشروع سوينا مثلا سوينا اي يبون يشوفون وين على قولتهم مثل ما يسمونه البروجرس او هو اللي يسمونه يعني وين وصلنا بالمشاريع، احنا باي مرحلة. هذه الشغلة. والشغلة الثانية للاسف يعني احنا يعني مجلس لما غالب النواب اي نعم. شلون تشوفهم؟ النواب اليوم يعني غالبية خلينا نقول المقترحات وهذا شعبوية، نقدر نقول شعبوية جدا، شعبوية وليست مثل ما تقول انزين عقلانية، يعني صارت هي شعبوية. نعم السبب وين؟ ليش اليوم احنا قاعدين نشوف جودة النائب صارت وايد اقل من الستينات ومن السبعينات؟ السبب وين؟ انا اعتقد السبب انه احنا لو نشوف الحين شكل الدوله زين من اول ما تاسس، كان بعدين بعد ظهور النفط الحكومه قاعد الحمد لله يعني قاعد تمد المواطنين بكل الخدمات، فهي شايله على عاتقها كل الانشطه. وانا اعتقد هنا المشكله، ان لانك انت ممتلك مصدر الرزق وايضا قاعد تدير هذا كله، فيصير عليها عبء. يصير عليها عبء، اكيد بيصير عبء، شيء طبيعي. ما اقول لك انا والله سكر على الشعب ولا هذا، مو هذا القصد. احنا قاعد نتكلم الحين على شكل الاقتصاد بالدوله. اللي قاعد يصير لما انت قاعد تنتخب المرشحين وهذا، انت تبي مثل ما تقول والله انا ابي اسقاط قروض، أبي زيادة رواتب، أبي تسريع مثلاً تسليم البيوت، وهذا كله خدمات، أبي كواليتي بالخدمات، فكله منصب يعني منصب بالخدمات. بس مثلاً ما أشوف والله لما يك مرشح يقول لك والله أنا بنسوي هالمشاريع الفلانية، نبي مثلاً نجيب شركات من برا تنمي الكويت وهذا، قد ما يكون. ما تشوف هذا الطرح مقبول؟ ما راح أشوفه مقبول. يعني للاسف الا عند البعض، ما اقول لا، في ناس في معاهم هذا عنده يقول لك انا والله ابي ان مثلا احنا ننتقل من مرحله لمرحله جديده، خلاص ما نبي نظل على نفس الوضع اللي احنا فيه. هذا اليوم الاشكاليه، فشوف وايد مقترحات غير منطقيه. يعني تو مثلا 20% من صندوق الاحتياط العام، هذا زين شو المشكله يعني؟ هل ليش ما رت مثل ما تقول انزين اي وزعون على المواطنين؟ شو المشكلة يعني؟ بالنهاية هي
مثل ما تقول زين يعني مثل ما تقول زين يعني هذه زين الفلوس هي بالنهاية حق منو بالضبط؟ حق المواطنين. فليش ما يعني مثل ما تقول يوزعونها حق المواطنين؟ شو المشكلة؟ المشكلة إن هل في دراسة على هال 20% ولا هل بس مجرد رقم منطرح؟ هذا واحد. حالة الدولة اليوم احنا قاعد نسمع كلمة عجز بشكل كبير، يعني كل يوم نشوف عجز عجز عجز، وبنفس الوقت في أرقام قاعدة تتضارب، مرة يقولك في عجز مرة يقولك لا والله صندوق السيادي حقق أرباح وهذا. شنو وين الاتجاه؟ هل احنا بنستمر بس على النفط انه والله ونوزع هالمبالغ ولا نبي اقتصاد منتج؟ بالعكس انا هم ايضا مواطن، هم انا ابي يعني اذا جت ال 20% هذه لو بتتوزع اكيد انا راح يعني اكون فرحان. بس احنا يعني الاشكاليه اليوم انه كل النظره مدى قصير، مدى قصير، كل نظره مدى يعني ما اشوف في نظره متعدده مثل ما تقول ما في مدى طويل، انه والله احنا ترى راح نحاسبكم وراح نشرع حق خطه طويله المدى، نبي الكويت تصير بهالشكل خلال 2035، نبي الاقتصاد يكون متنوع، يبي ما اشوف ضغط على هالامور كثر ما هو ضغط على ايش كثر قاعد نحصل، ايش كثر قاعد ناخذ. بالضبط. جميل، راح اروح وياك الى النظام الديمقراطي مو بس بالكويت حتى في مثل ما تقول عالم اليوم. الديمقراطية بالنسبة حق الكويت من 1963 كأول مجلس أمة إلى اليوم ما قاعد نشوف الكويت قاعد تتقدم في الديمقراطية، ما قاعد نشوف مثل ما تقول إنزين جودة يعني عندنا في المجتمع. هل الديمقراطية اليوم فاشلة؟ هل اليوم النظام الديمقراطي مو بس بالكويت حتى في العالم أثبتت فشلها؟ لأن في بعض الأحيان الديمقراطية ما راح تجيب لك ناس زينين، ما راح تجيب لك ناس يفكرون صح حق المستقبل. شلون تشوف الموضوع؟ اللي قاعد أشوفه اليوم، أنت يعني عندك عدة أنظمة، لك نظام يكون أوتقراطي حكم الفرد، وعندك أوتقراطي عندك نظام ديمقراطي، عندك نظام هجين، عندك أنظمة كثيرة. أنت دائما تختار اللي يتناسب معك. واليوم التوجه يعني من خلينا نقول يعني من يمكن الحرب العالمية الأولى لليوم، إن الديمقراطية قاعد تعطي الشعب فرصة إنه ياخذ قرار، ياخذ قرار في حرية، في مساواة. هذه دعائمات الديمقراطية. فإذا بنقيس لازم تقيس على هالأمور هذه، هل قاعد تحقق ولا لا؟ اليوم بالعالم الخطر اللي مبين إن الشعبوية وايد قامت تدخل بالخط مثل ما يقولون، وهي اللي قاعد تستب الديمقراطية. إن شنو؟ إن والله في جزء من أو جزء كبير من الشعب وهم اللي يعني هم اللي إحنا نخاف على البلد، إحنا اللي نضاف، إحنا اللي ما نسوي فساد، وفي نخب حاكمة هي الفاسدة. فصاير هالصراع اليوم، وهذا يعني شوفه بأوروبا، شوفه بأمريكا، قاعد يصير الحين بالعالم كله. وهم احنا جزء منه، ترى هم احنا يعني عندنا دائما بالكويت دائما ان احنا نشوف في نخبة حاكمة، انه والله او قصدينا بالحكومة، انه والله في ناس فاسدين وباقي الشعب لا احنا زين انضاف. بالضبط. بس هل هذا الشيء صح؟ لا اكيد، لان اكيد يعني عندك انت بالحكومة في ناس قاعد يدون واجبهم على أكمل وجه، مو فاسدين. مو معقولة الكل فاسد، إن لو الكل فاسد كان شفت انهيار الدولة.
ولكن احنا ما قاعد نشوف هذا. ما اقول لك ما في فساد، في عندك مؤشرات حق الفساد، في قضايا قاعد تحول حق المحاكم، موجود موجود. ولكن احنا عندنا يعني اليوم احنا عندنا بالكويت الصوره السلبيه ان الكويت كلها فيها الفساد، الكويت هي بلد الفساد، هل هذا صحيح ان الكويت يساوي فساد؟ هذا اللي احنا قاعد نشوفه اليوم في السوشيال ميديا، هل هذا الموضوع صحيح؟ شوف مدام انت طرقت حق السوشيال ميديا، السوشيال ميديا انا بالنسبه لي يشوه يعني حتى لو ما يعطيك الصوره الحقيقيه. بالضبط، ما اعتقد انه يعطيك الصوره الحقيقيه، لان حتى لو مثلا في جزء مثلا من القصه حقيقي، جزء كبير من القصه نفسها غير حقيقي ويتم تشويها بالسوشيال ميديا يعني القنوات الاخباريه، خلينا نقول اجين في فساد، مو ما في فساد، احنا مو يوتوبيا، ما في دوله يوتوبيا. صحيح، افضل الديمقراطيات بالعالم قاعد تعاني بمشاكل، وقاعد نشوف برر رئيس وزراء ولا هذا تلقاه بالواسطه وظفت احد عنده وهذا قاعد يسحبونها ويحاكمونها، هذا موجود بكل مكان. احنا لدينا مشاكلنا وعندنا فساد، ما عندنا فساد، ولكن مو انه والله الكل فاسد وخلاص، احنا يعني مو لهالدرجه. الكويت يعني 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 لما احنا قاعد نشوف في السوشيال ميديا دائما المغردين يعني يشوفون دولة الكويت في نظرة سلبية، ما قاعد هم يطلعون الجانب الإيجابي. شنو المشكلة؟ ليش صار هناك نوع من أنواع السلبية؟ حتى لو كان في الموضوع إيجابي ما تلقاهم يتكلمون عنه؟ أكيد ساكتين ما يردون، ليش؟ يمكن شوف أنا ما أبي أقول والله كل المغردين أو كل المواطنين، لا، في ناس ترى قاعد يشوف أشياء زينة. صح كثيرة. صح ولله الحمد يعني. بس أجين السوشيال ميديا نفسه هو تصميمه حتى يعني بيخليك أنت تتابع الأخبار مزينة، لأن الأخبار المزينة تداول بشكل أكبر، بشكل أسرع، بشكل أسرع أكثر من الزينة. ويعني ترى إحنا نتفاعل مع الأخبار الحين، مثلا لو خلينا نقول صارت سرقة بمكان، خبر، وفي خبر ثاني مثلا الكويت حققت هالمشروع هذا، اللي يجذبك على طول هذا، لأن أنت شوف في خلل. هذا الشيء لما تحققت مشروع هتقول إن هذا شيء اعتيادي، هي هذا شغلها. بس لما تيجي تروح أنت تقول والله شلون صارت السرقة، ولا شلون صارت الجريمة، ولا شلون صارت كذي، إحنا ما نقول والله المواطنين بس عيونهم على هالشغلة، هذه شغلة لأن طريقة الأخبار اليوم وهذا هي طريقة تأثر على الإنسان بدون وعي، فهو بدون وعي يتفاعل. مو القصد إنه هو بس متشائم والله أنا لا ماكو شيء زين بالديرة ولا هذا، لا مو بس كذي. طريقة السوشيال ميديا دائما تحسسك إن مثل ما قلت لك الأخبار في شيء سيء، في أشياء سلبية قاعد غيمة سوداء. ولما يجيك مثلا تقرير والله اكتشفنا هالنوع من الفساد، أنت وايد تشمع انك انت هم تبي تحاول انك تبي تصلح، تبي بلدك احسن شيء. فالامور هذه الزينه شوف ان هذا النشاط العادي اللي قاعد تمارسه كل يوم، فانا ليش انتبه له وادز حق الناس؟ وهذا هذا شغلهم، هذا شغلهم. انا اعتقد هذا تحليلي حق الوضع يعني. جميل جميل. من الديمقراطيه الى الجانب الاقتصادي، الحكومه اليوم تتطلع به الخصخصه، خصخصة 38 نشاط وجهة حكومية. الناس اليوم في مثل ما تقول السوشيال ميديا الدواوين دائما ما هم يسمعون كلمة الخصخصة يصير فيهم لا فوبيا، صار الموضوع ليش الخصخصة اليوم صارت فوبيا، مع أن هي فيها أشياء زينة؟ أكيد. شلون تشوف؟ أكيد
يعني لو نرجع مثلا بالتاريخ، علاقة التجار مع المواطنين يشوفون أنها هي علاقة استغلال، سواء كان صح أو خطأ أو مو استغلال، قصدي يعني سواء كانت حقيقة أو غير حقيقة، أن دائما التاجر يبي يستغل المواطن. هل هذا الشيء صحيح؟ قبل فيوفي إيه؟ فيوفي صار قبل، يعني قبل مثلا واحد لما بيروح الغوص كان صح ياخذ من التاجر نفس قرض، قرض عشان بس يروح على البوم. صحيح. هذه العلاقه اللي قبل كذي. إيه؟ وطبعا مو الكل سواها، بس ان هذا فيه. إيه؟ بعد ظهور النفط الحين منو عند الاجين، منو عند المال، من اللي يوزع؟ الحكومه. إيه؟ فانت سهل عليك تاثر على الحكومه بهالناحيه انزين، ومو سهل لما تكون الامور عند تاجر، عند واحد مشغل، اللي هو مشغل التجاره. يشوفون انه والله هذا بيستحوذ، يبي يستحوذ وراح يستفيد وما راح يعطيني خدمات. هل هذا الشيء صحيح؟ ان احنا اليوم بالكويت كلنا نقط اللوم على الشخص التاجر، التاجر فيه، التاجر يا التاجر والتاجر. شوف ترند التاجر اليوم مرتفع، لما انت دائما تتكلم عن التاجر تشوف الناس كلهم يصفقون لك، صح صح عليك كفو، اي والله صح التجار سووا كذا. هل هذا صحيح؟ الترند مهاجمة التجار اليوم. الترند اللي أعتقد أن اللي حاصل اليوم، لأن القنوات الإخبارية يعني بالسوشيال ميديا هذا تأخذ لك جزء صغير من المقطع وتحطه، والناس طبعاً اسمع بحالة يعني تذمر، نفسيات تعبانة على طول، مثل ما يقولون they react، أو إنه يستجيبون، يعني يستجيبون حق هالشغلة بشكل سلبي. قد يكون هذا جزء من كلامك، يمكن قال كلام زين ترى، صح. فهذه عندك شغلة. الشغلة الثانية، التاجر التجار مو ملائكة، في زين وفي شيء، في اللي والله أي ويفيد البلد ويساهم بال يعني بنمو البلد، وفي لا، يعني في قطاع خاص بالكويت جزء يعني لا يستهان به، معتمد على الدولة أصلا، صحيح، على المناقصات. فهي الفكرة أن أنت ليش قاعد تفيده؟ عشان مثلا قريب منك، ولا ليش قاعد تفيده وممكن أنت تقدر تدير هالمنشآت هذه أو هذه المؤسسات بكفاءة أكبر؟ تقعد هذا التساؤل اليوم قاعد يصير، ليش قاعد تفيده؟ ليش قاعد تفيده؟ ليش تعطي مثل ما قلنا توا 38 جهة ونشاطكم اللي خصخصة. أنا مع الخصخصة، مع الخصخصة تصير بشكل يعني في منافسة، في شفافية، المواطنين يستفيدون. إن هذا شلون المواطن يستفيد؟ تكون شركة مساهمة، تكون والله أنا أحط إن خدمة المواطن هي يعني عامل جودة عندي، مو بس الربحية. فهني دور الحكومة أنها تراقب، أوكي أنا عطيتك المراقبة الشديدة بالضبط، أراقبك وحاسبك، مو سالفة والله أعطيك كل هالامتيازات وهذا خلاص خليك. هني في مشكلة، هني في مشكلة. فهي مو بس مجرد فكرة إنه والله الخصخصة إيه ولا لا، الخصخصة هي راح تخلي مثل ما تقول إنزين الشخص بس راح ياخذ فلوس المواطن. ليش النظرة هذه عندنا؟ الصورة مثل ما تقول يعني عند الناس، الصورة الذهنية عند الناس إن الخصخصة ما هي زينة، الخصخصة ما. فلو إذا يعني تقول لنا شنو معنات الخصخصة؟ الخصخصة إن أنت عندك منظمات حكومية وتبيعها حق تجار، انه طبعا يقومون بتشغيلها حق فائده المجتمع.
يعني هي مو بس وخاصة يعني تكون الجهات اللي تعاني من مشاكل. من مشاكل. لأن أنت نفس نرجع حق مساعة موضوعنا، لما الحكومة تحاول تدير كل شيء جهاز بيروقراطي كبير جدا صعب إدارته. لما أنا أشوف عندي مثلا مشكلة بهالجهة هذه وهذه الجهة تخدم المواطنين ماني قادر أضبطها، لما أسوي خصخصة الخصخصة أي لما أسوي الخصخصة وراغب شركة مساهمة ممكن تصير بالبورصة في البورصة حق المواطنين بالضبط بالضبط، فتراقب أدائها وتشوف. فهي تحويل المنشأة من حكومية إلى البرايفت أو خاصة هذا تفسيرها، وتراقب وتشوف هل أداء. طبعا في تجارب كثيرة يعني زينة. كانت ناجحة، وفي تجارب ناجحة نفس بريطانيا عندنا أيام تاتشر، وهذا يعني مارغريت تاتشر سوت خصخصة ونجحت. أنا مع الخصخصة ولكن في مراقبة، مراقبة شديدة، في أهداف واضحة، منافسة وفي منافسة ما تكون حق شخص معين حق عائلة معينة وبعدين تقول لي والله لا شوف أنا أكيد الناس راح تتدمر. فهي لازم نشوف هالجوانب هذه كلها قبل تأخذ القرار. جميل، راح انتقل وياك إلى الشأن الخليجي. اليوم المملكة العربية السعودية ستحقق فائض 90 مليار ريال سعودي في عام 2022 من بعد ما كان عندها 85 مليار عجز، والكويت احنا مكان اكسر ما في اي اصلاحات اقتصادية. ليش؟ شو يعني مثل ما قاعد تشوف المملكة سنة واحدة حققت هذا الارتفاع وعلى اليوم؟ اي نعم، احنا شوف احنا الحين قاعد نشوف سنه واحده. هو بالحقيقه مو سنه واحده، مو سنه واحده، هو عمل صار له سنوات من 2013 اعتقد او يمكن قبل بعد، يعني كانت في رؤيه. والرؤيه في كان جديه تحقيقها، في كان اللي يسمونه الاحساس انه والله انا لازم، انا مستعجل لازم احقق اليوم اليوم. اي هذا اللي كان عند السعودية، كان عند قطر، كان عند دبي. حتى أنا أتذكر مقابلة حق شيخ محمد بن راشد كان في 60 مينت وسأله، كان قال له أنت ليش مستعيل؟ قال له ليش ما استعيل؟ هذا ترى أحد صفات القادة الاستعجال. أنا ليش أنطر هالمدة هذه؟ اليوم أنا بسوي، تعالوا نسوي دراسة نبلش اتخاذات. بس نرجع مرة ثانية إن الكويت إحنا كنا يعني كانت الكويت بارزة سابقا لتقريبا الثمانينات، دول الخليج ما كان عندها هالرؤية، ما كان عندها النمو، فإحنا كنا نموذج. اليوم أنت لما تخسر هالنموذج هذا الظل والكل يتدمر، أهل الفن يتدمرون، أهل الاقتصاد يتدمرون، الرياضة، أهل الرياضة يتدمرون، ففي خلل كبير عندنا. وبنفس الوقت جيرانك قاعد يصعدون. مو بس قاعد يصعدون، قاعد ينافسون العالم. يعني دبي اليوم وجهة عالمية، السعودية ما شاء الله يعني الله يوفقهم، الحفلات هذه اللي قاعد تصير، المشاريع، الأفكار، استقطاب العقول، يعني هذا كله ما كان متوقع صراحة، ما كان متوقع. احنا اليوم نبي هذا ولكن مشكلتنا بشروطنا. شلون شروط؟ يعني أنا أبي ترفيه، أو قد يمكن حتى الترفيه فيه مشاكل، إنزين. نبي مثلاً والله ترفيه، خلنا نأخذ مثلاً ملاهي وهالأمور هذه، نبي الشوارع زينة، نبي المعاملات، نبي أبليكيشن واحد يسوي كل شيء، نبي مرافق زينة، بس أنا ما أبي وافدين، أنا ما أبي الحفلات هذه، أنا فما أبي مثلاً والله شركات تيجي مستثمر برا ويفتح وهذا، لا
لان اكيد مستثمر بي هم بيقول والله انا جزء باخذ من الكويتيين جزء اكيد مو كويتيين. ما يصير انا مثلا رئيسي مو كويتي. ما انت تبي تتغير لازم تقبل بالايجابيات والسلبيات. ولكن احنا اليوم بالكويت احنا اليوم نبي الانغلاق هذا. ليش؟ قبل يعني اي يعني لما انا قاعد اشوف الموضوع من مثل ما تقول 50-60 سنة الكويت ما كانت في هذا الانغلاق الحاد ممكن انا راح اسميه. اليوم احنا قاعد نشوف الكويت مختلفه، مجتمعها اليوم طريقه تفكيرهم مختلف عن مثل ما تقول 50 سنة سابقه. في السابق كان يعني شو اللي تغير؟ عقليه خلينا نقول وصايه، عقليه وصايه بشكل عام، عقليه وصايه صار. شلون شلون يعني؟ انه والله انا شيء ما يعجبني من هالافراد زين ما يناسب قيمي انا هذا ارفضه زين ما يناسب قيمك. بس انت ليش تروح تصير وصي على المجتمع؟ هذا لا هذا لا وهذا لا، شنو بقى؟ انت مو عايش بروحك. هذه اشكاليتنا اليوم، ان بما ان انا اشوف نفسي ان احنا الاغلبيه واحنا عندنا قيم ومبادئ وثوابت انا افرضها على المجتمع كله. ف يعني مثل ما قلت كذي هذا الموضوع انا راح يرجعني الى الديمقراطيه. لما انت قلت ان الاغلبيه ايه اللي قاعد تسوي واللي قاعد تمنع، فهل احنا اليوم سبب يعني مثل ما تقول انزين ال يعني الدروب هذا او التراجع، هل هو سببه الديمقراطية تخلي كل واحد يتكلم، أو أنه تخلي والله الأغلبية هي اللي تكون المسيطرة؟ هل لنا ديمقراطيتنا خربت علينا؟ الديمقراطية ما مفروض تخرب علينا. الإشكالية أنه أنت ما عندك أحزاب، أنت عندك أفراد يمثلون فكر معين، طوائف معينة، قبائل معينة، وهم الحين اليوم كن مهيمنين. مهيمنين هم الأغلبية صاروا التيارات الدينية جزء. إيه طبعا جزء منها التيارات الدينية، والتيارات المحافظة ترى مو شرط يكون يعني حتى يمكن النائب تلقى مثلا هو مو متدين ولا صح مو ملتحي مثلا مو ملتحي مارس، بس أنه نفس ما قلت هو فكر وصاية وصاية ما له شغل بدين مدين. في فكر وصايا بالكويت انه والله احنا ما نبي المجتمع يتغير، نبي هذا. فتشوف يخافون الهويه تتغير، هويه المجتمع. في ناس تقول لك انا هويه المجتمع ما تتغير، ناس تقول انا ما ابي هذا يعتبر انا انحلال. ايه صحيح انحلال اخلاقي. نعم اي هالامور هذه انا بالمجتمع كذي ما يناسب قيمي. زين احنا اليوم مثلا عندنا ابسط ما فيها في كويتين مسيحيين، في عندنا بالكويت كويتين مسيحيين، في كويتين مسيحيين، ولكن احنا مو قاعدين نشوفهم في المجتمع، ما هم مندمجين. ليش؟ او يمكن احنا ما ندري عنهم، يعني احنا ما يعني ما نشوف هم ايش قاعد يفكرون. في مسيحيين كويتيين انزين هم اقليه. صحيح. في احد يعني مثل البرلمان؟ لا. في احد قاعد يهتم حق مبادئهم؟ ما حد يعني لأنك شنو يدري عنهم أصلا. الفكر اليوم الفكر الخطأ إن بما أن أنا أغلبية أنا أسيطر. لا هذا استبداد أغلبية. أنت يعني ديمقراطية استبداد حكم الأغلبية مع حفاظ على حقوق الأقليات. ولكن إحنا اليوم يعني بالكويت قاعدين نشوف الموضوع. أنا أشوف إنه في استبداد. استبداد في استبداد إنه والله إحنا من منو بالضبط؟ من النواب، الناس، المجتمع، السلطة التنفيذية. طبعا يقودونهم النواب، ولكن أيضا من المجتمع. المجتمع في شريحه في فكر وصايا. يعني لما واحد يجي ويقول لك والله ليش عندنا مثلا الحفله هذه الفلانيه، لا ليش ولا ليش العب عليهم قوس قزح؟ صحيح. هذا يعني الموضوع انه لون مثل ما تقول هو مثل ما تقول انزين الوان الطيف، الوان الطيف او الوان قوز قزح. اليوم احنا قاعدين نشوفه هو رمز حق المثليه. ليه صار يعني
ليش الموضوع صار كذي؟ هو رمز حق المثلية. حلو، نفرض ان هذا صار رمز. هذه العاب من زين قوس قزح يعني ظاهرة طبيعية فيتم تمثيلها على الألعاب. مو شرط ان اللعبة يعني انا مسكت اللعبة انا مثلي. نفس ما صار اعتقد في واحد من الاعلانات حق واحدة من الجمعيات الخيرية الإسلامية حطوا علم اسود وكان نفس ما يحطون علم داعش. الناس ربطت. هل انا لازم اربط؟ قد يكون لا. صحيح. ان هل يعني مع البحث اكتشفت ان العلم هذا لا الظاهر يعني شيء لا علاقه بشيء ثاني. مو شرط اذا كذي انا يعني رحمنا اشياء كثيره. خلينا نكبر عقلنا شويه. نكبر عقلنا. هذا مو جاي لك والله كاتب لك انا مثلي وشي. لا هذه لعبه. لعبه. فصار انه والله تدخل بابسط الاشياء. احنا عندنا تنافس كبير اليوم. بين دول الخليج. ليش كان طالع؟ ولكن احنا للحين في هذه العقلية. هذه وللأسف يعني هم انا الوم الحكومة انها قاعد تفوز بالمعارك الصغيرة. ليش؟ يعني انت الحين اوكي رضيتهم بهذه الشغلة على حساب اهم على حساب الحريات. كتب انمنعت فترة من الفترات، ايش كثر كتب انمنعت؟ صحيح. قبل ندوات، ايش كثر ندوات فكرية يا اخي ليش تمنع؟ وهو عنده وجهة نظر، أنت تعال واجهه، تكلم معه، خلنا نشوف التقبل تحكم. التقبل مو كل شيء وصايا ومن من 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 كذي، حتى المجتمع قاعد يتأثر يعني للأسف قاعد يأثر بشكل كبير. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا يعني لازم نعالجها عشان يصير في تطور. إن ما ننظر الأمور بهالشكل. ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع ان نتقبل والله تبي انت تبي تتغير، هل انت اصلا تبي تتغير ولا لا؟ تبي تظل على نفس الوضع؟ تبي دولة تعطيك وهذا ولا لا؟ والله تبي، لان المنافسة اليوم تستدعي انك انت راح تضحي بامور وتنافس. شنو اللي بالضبط ان المواطن راح يعني مثل ما تقول انزين ايه يعني انه هو راح انزين ايه ضحي فيه؟ شنو اللي بالضبط هو راح يضحي فيه؟ التضحية يعني ضرائب، مبادئه، عاداته، شنو بالضبط؟ انا ما اعتقد مبادئ راح تاثر. يعني احنا ما راح نقول حق الناس غير مبادئك تقبل هذا، لا ضده طبعا اكيد. انا ضده يعني صراحه. ولكن مثل ما انت عندك قيم، في ناس عندها قيم اخرى مختلفه عنك، انت ما تجبرها، لان بيوم من الايام الطرف الثاني راح يصير الأغلبية، أنت ما راح ترضى لما يجبرونك على قيمهم. لازم تفكر هذا. مثل ما إحنا ما نرضى لما نزل الحجاب في فرنسا وهذا، ما نرضى فيه يعني تدخل بالمعتقدات وكذي. هم نفس الشيء هني، ما أرضى أنا والله أنت قاعد تدخل ناس يعني اللي غنى شوية واللي رقص شوية خلاص صارت منع. مثل ما شفنا قبل سنوات بالمباركية صار الموضوع. يمكن ما أذكرها هذه بالضبط. أيه. بس أحداث كثيرة. أحداث كثيرة. كثيرة. التضحيات اللي يمكن عشان نرجع حق الموضوع منافسة. لازم تنافس. أنت مو ما راح تصير محمي. الحكومة راح تحميك لدرجة معينة، ولكن أنت لازم تنافس، لازم تشد. يعني بالضبط شلون يعني المنافسة في أي ناحية؟ منافسة ثقافية، منافسة تجارية. يعني مثلا المنافسة الثقافية اليوم إحنا الكاتب يخاف يكتب، يبي يسوي مثلا كتاب تلقى عليه وايد قيود كثيرة. من زين شلون كتاب قاعد يفوز بجوائز برا واحنا بالكويت ممنوع؟ هذه مشكلية. خلوه اعطوه مساحة، خليه يسوي، والقارئ هو يحدد هذا يبي يقرأ ولا ما يقرأ. ما تمنع. كاقتصاد انت عشان تتطور
أنا بالنسبة لي ما تعتمد بس على عمالة كويتية 100%، لازم عندك عمالة أجنبية وتكون عندها خبرات عشان تحتك فيهم من خبراتهم من ثقافاتهم وهذا، وتصير تغير الوضع. إنك أنت بتنافس يعني شركات عالمية، قاعد تجيب لي أمازون مثلا، تجيب لي مايكروسوفت ولا هذيلة، هذيل لهم فكرهم الخاص. ما يصير إن مثلا يعني واحد بالكويت يعني إنه هو يعني يديرها يصير بالموضوع هذا؟ ممكن يديرها، ما احنا ما عندنا مشكلة بالإدارة. قد يكون إذا هو كف إنه هناك هم قاعد يشوفون الكفاءة وليس على حسب الجنسية. هذا اللي لأن المشكلة احنا يعني المشكلة احنا بالكويت نشوف على حسب مثل ما قلت الجنسية، على حسب الجنسية التكويت مثلا. مع التكويت، أنا مع التكويت ومع تشغيل عمال وطنية، ولكن ما أيد أنها تصير 100%، لأن الفكر راح يصير نفسه. أنت محتاج عناصر خارجية علشان تعزز لك الفكر. بالضبط، أفكار جديدة راح تطلع، ثقافات جديدة. وأنا يعني إحنا جربنا هالشيء لما رحنا اشتغلنا مع ناس برا، مع مستشارين، مع مشاريع، ولما درسنا برا تيك أفكار ما تي على الكويت مختلفة، لأن طبيعة حياتنا غير، وهم يشوفون الحياة بشكل ثاني، فقاعد نستفيد. بالنهاية كلها في استفادة حقنا إحنا، يعني بعد إحنا مو اليابان. اليابان نفسهم اللي أهما أهل اختراعات وأهل صناعات، نموذج دائما أنا يعني أحب أردده، إن نيسان وقفوا وقالوا إحنا قادرين نتطور، صح، إحنا عندنا مشاكل، يبغى واحد تعاونوا مع كارلوس قوسن. كارلوس قوسن يابا لبنان، صحيح، مع اليابان، شركة رينو كل هذا الفرنسية. يابان بهالقوة اعترفوا قالوا إحنا قادرين، تعال ما بالك احنا نبي ننافس، وهذا عندنا كفاءات كويتيه ونعم فيها ونقعد نشوفها كل يوم. ولكن ايضا نحتاج، ما نقول احنا عندنا كل شيء، هذا اللي يعني اللي يعتقد نحتاجه. هذا الموضوع من الديمقراطيه الى الاقتصاد، عندنا احنا نوعين من الاقتصاد، الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الثاني هو مثل ما تقول هو الرأسمالي. الاشتراكية والرأسمالية، لأن اليوم احنا يعني بالكويت دائما نشوف لا والله الرأسماليين ناس ما هم زينين، الرأسماليين فقط هم يبون ياخذون فلوسنا ثروتنا. هل هذا بالفعل صحيح؟ الاقتصاد الرأسمالي هل هو في هذه الصورة النمطية السلبية؟ حلو، الرأسمالية طبعا مدفوعة بالتعظيم الأرباح والربحية والأمور هذه، وهي أن الملكية تصير عند أفراد عكس الاشتراكية. الملكية عند المجتمع أفراد أو الحكومة. الرأسمالية ينظر لها أنها جشعة وكذي، لأن لما تتركها راح يصير متوحشة. أكيد بصير متوحشة، لأن أنا اليوم رأسمالي عندي فلوس وبيسوي شركة وبينافس، إذا ما نافست راح أموت، الشركة راح تموت. هذه فكرة الرأسمالية. بس لما دولة تدخل وتحط قواعد حق اللعبة، صحيح، بالعكس الرأسمالية راح تنتج لك الافضل. الافضل اكيد الافضل، وليس احنا عندنا الاشتراكيه اليوم الدوله هي اللي قاعد تدفع وتسوي الخدمات. يعني ما تشوف ان هذا شيء زين ان الدوله تدفع كل شيء لمصلحه المواطن؟ اكيد، بس احنا جايين نرجع حق موضوع نبي نامن للدوله الاستمراريه ونأمن للدولة أنها تقدر تقاوم التحديات. أنت اليوم عندك الميزانية جزء كبير منها يأكلها شنو؟ الرواتب. التحديات كبيرة، الاعتماد على مصدر واحد اللي هو الغالي. النفط. في عندنا صديقة بس إنه المصدر الرئيسي هو النفط. شلون تبي تضمن لمرحلة ما بعد النفط؟
الفكرة السائدة إنه والله كنا النفط باكر إذا خلص، لا هو مو كذا، هي سالفة مو إذا بس النفط خلص، سالفة إنه في بدائل قاعد تطلع، في تكنولوجيا قاعد تطلع. يعني منو كان يتوقع أن سيارة الكهرباء صح بدون بنزين؟ ترى يعني قبل 10 سنوات كان ما لها وجود، حتى صح. إذا كانت موجودة على small scales على قم أو أشياء صغيرة، اليوم لا، عندك تحديات كبيرة. الرأسمالية لو هي مو زينة، شلون الصين الشيوعية تتحول إلى نظام رأسمالي اليوم وقاعد تنافس أمريكا؟ هل كانت يعني قبل بمنتجات التكنولوجية اليوم قاعد نشوفها؟ بالضبط. قبل عندك أنت الشيوعية والرأسمالية، شنو كان بينهم خلينا نقول التنافس؟ وهذا ترى كان إعلامي رياضي، صحيح. الحرب الباردة بين صحيح ما كان في أشياء تجارية. اليوم أمريكا قاعد تعاني من الصين لأنها قاعد تكبر، وحتى يعني لما حللنا إحنا موقف يعني الاقتصاد الصيني شفنا إنه والله كان اللي كان بس يسوي كوبي نسخ من منتجات، لا قام هو يطور ويسوي وصار عنده براند. كان ما عنده براند، ما عنده علامة تجارية، صحيح. اليوم عندك هواوي، عندك علي بابا، هذا كلهم عرفوا خلاص، الصينيين عرفوا اللعبة، قالوا إحنا ما نقدر بالنظام الشيوعي، ما راح نقدر نوصل. صحيح جميل. أنا الحين باقي لي دقيقة واحدة، ما خلصنا الأسئلة كلها، ولكن أنت عندك مثل ما تقول كلمة الأخيرة، شو لحافظي؟ الكلمة الأخيرة أنا أعتقد يعني الاهتمام الأول أنا بالنسبة لي طبعا الكويت. الكويت اليوم إحنا محتاجين يعني جرعة تفاؤل، أهداف واضحة، حكومة قوية، قيادة، وشعب واعي هو الوقود حق الاقتصاد. لأن بدون الشعب ما راح نوصل لأي نتيجة. لو شنو بتسوي الحكومة؟ الشعب كفاءات ما شاء الله عندنا وايد، عندنا خريجين، عندنا يعني قوة عاملة كبيرة، وشباب ترى يعني بس عطى مو بس فلوس، وهذا بس عطى هدف وهو عنده رغبة راح يشوفه راح يبدع. هذا اللي نحتاجه. جميل، يعطيك العافية سادي وما تقصر سكر الخيلاني. الله يعافيك وأشكرك على المقابلة وأشكر قناة الشاهد. شكرا لك. وإلا حين أنا راح انتقل حق زملائي في الديوانية، أبو حسين المايك لك. يعطيك العافية عبد العزيز، شكرا لك ولضيفك الكريم، حياكم.